تزويد السوق. نبدأ بالمنتجات الفلاحية، عندنا منتجات أسعار المنتجات الفلاحية خلال الفترة الحالية عادية لبعض المنتجات وشهدت بعض الارتفاع، مردوا اللي داخلين على فجوة هيكلية خريفية كيف لبعض المنتجات، وذا خلينا يعني كما نقول كاستشراف للسوق لفترة قادمة. فما بعض المنتجات بسلسلة منح تصاعد تدريجي، وعلى ذي عندنا برنامج يعني خصوصي لمراقبة المواد هذه كما مادة البطاطا كما مادة البصل، فني باش نستهدفوا مخازن التبريد، باش نستهدفوا كيف يعني المسالك التوزيع على خاصة على مستوى الطرقات، باش نحاولوا نوجهوا كميات أكثر للمسالك المنظمة واللي بالتالي باش تكون عندها انعكاس على مستوى التفصيل. بالنسبة لبقية المنتجات الأخرى كما السكر كما القهوة كما تفضل يعني المكلف الإعلام وقال اللي فما كميات كبيرة تتجاوز 70 ألف طن باش تكون تبيع الموجودة في السوق خلال الفترة القادمة، واللي إن شاء الله باش تحل الإشكال والإضطراب الحاصل في مادة السكر مادة القهوة. كيف قاعدين نشتغلوا على المنتجات هذه وقاعدين يعني نتابعوا فيها بصفة يومية، وإن شاء الله الفترة القادمة باش نعرف انفراج في تزويد السوق من هذه المواد. بالنسبة على مستوى تطور العمل الرقابي، مصالح وزارة التجارة والتنمية الصغيرة القادة قامت بمجهودات كبيرة بالتعاون مع مختلف الفرق الرقابية الأخرى من حرس وأمن وفلاحة وصحة، واللي أفضت يعني خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 إلى تقريبا قيام بأكثر من 400 ألف زيارة تفقد، أفضت إلى رفع أكثر من 59 ألف مخاطر اقتصادية، وهذه الرقم هذه ارتفع أكثر من 49% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021. هي يعني مصالح المراقبة الاقتصادية في برنامج في يعني قاعدة تشتغل في على عدة وجهات خلال الفترة الأخيرة لعقلنة أسعار منتجات الدواجن واللحوم البيضاء. اليوم فما برنامج يعني خصوصي تلقنا فيه من الأسبوع الفارغ ويتواصل يعني خلال الفترة القادمة لمزيد عقلنة أسعار المنتجات الخاصة اللي شهدت ارتفاع في أسعارها كما اللحوم البيضاء كما بعض المنتجات الفلاحية، وإن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله باش نعرف تحسن وانفراج في أسعار هذه المواد. فما تسقيف لبعض الأسعار في المواد؟ بالطبيعة نحن قاعدين نتابع يعني بصفة يومية في أسعار المنتجات الفلاحية، وإذا كان سجلنا بعض الشطط بالطبيعة باش يتم تعطيل أسعار المنتجات هذه في مختلف مسالك التوزيع على مستوى الجملة وعلى مستوى التفصيل. لا فرق بين التسقيف والتعطيل. قلت لك فرق بين التسقيف والتعطيل، يعني فما تحديد يعني اذا كان كما قلنا نحن باش نشهدوا ارتفاع مشدد يعني في اسعار بعض المواد باش يتم كما قلنا تسقيف اسعار هذه المواد يعني اللي باش نحافظوا اكثر من نجموا القدره الشرائيه للمواطن والحجم التضخم. حد ما تدخل متبيعه. على الدجاج انت تو قلت باش نعملوا مجهوداتنا باش نحدوا من شطات الاسعار في مواد اللحوم البيضاء كيفاش؟ شنو هي الخطه؟ اللحوم البيضاء اليوم بدينا ببرنامج الاسبوع الفارغ على مستوى المذابح، قاعدين يعني نستهدفوا في يعني نقولوا في المذابح هذه، وقاعدين نشوفوا في الاثباتات ونشوفوا قاعدين يعني في علاش الارتفاع هذا صار. اليوم تقريبا فما تراجع بين 200 و 400 فرنك 400 مليم على مستوى اسعار دجاج اللحم من المذابح يعني من على مستوى المذابح، وكيف على مستوى الشرائح الكرومي وعلى مستوى التفصيل كيف فما يعني اليوم اتفقنا مع غرفة التفصيل على أن ما تجاوزش أسعار التفصيل الهامش الربح يتجاوزش 10%، إن شاء الله في الفترة القادمة بيزيد كيف معنا حملة 10% إيش معناتها؟ معناتها الأسعار قد يشتغل في 17 لا 10% يعني هما كان فما الهامش الربح كان في حدود 15% يعني باش نرجعوا ل 10% هامش الربح باش نحاولوا نضغطوا أكثر من نجموا على مستوى الأسعار اللحوم هذيا، واللي كما قلنا الأسعار هذيا راهي تقريبا في على مدة سنة فما فترات يعني كبيرة شهدنا فيها أسعار يعني عادية ومقبولة على المستهلك، لكن جي فترات اللي فيها ضغوطات فيها ارتفاع نتاع الطلب فيها تراجع نتاع الانتاج خلات الارتفاع هذا الضافي، واللي ان شاء الله الفتره القادمه باش نشهدوا مزيد من الانخفاض ومزيد من التراجع في اسعار المواد هذه. اسعار وين باش تبقى فينا مستوى بالنسبه للحوم البيضاء؟ بالنسبه للحوم البيضاء ان شاء الله باش نتراجعوا المستويات العاديه اللي سجلناها اللي هي قبل يعني شهر جويليه الفارط.